السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية إليكم أينما كنتم، سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب، في أي مكان في العالم. إذن الخوت كما راكم تشوفوا معنا جولة ليلية في مدينة بركان. الحمد لله على هذه النعمة اللي راكم تشوفوها، وهي نعمة المطر. الحمد لله، يعني هذا النهار تبارك الله جات شوية الشتاء في مدينة بركان، وكما راكم تشوفوا معايا هذه الأجواء الجميلة. صراحة توحشنا الشتاء، هذه مدة طويلة ما جات، وكاين واحد الشتاء تبارك الله زينة، شتاء رقيقة اللي غادي تنفع إن شاء الله الأرض. إذن الخوت بغيت نشارك معكم الأجواء داخل مدينة بركان في هذه الجولة الليلية الممتعة في أزقة وشوارع مدينة بركان، ونشارك معكم هذه الأجواء الجميلة الممطرة اللي كاينة الآن في مدينة بركان. إذن الخوت استمتعوا معنا بهذا الفيديو. الناس اللي تشاهدنا لأول مرة أدعوكم للاشتراك في القناة باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات، وما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وكتبوا لنا لتحت شي كومونتير طبعا إلى عجبكم المحتوى ديال القناة. إذن خليكم تستمتعوا بهذه الأجواء مع صوت المطر وفرجة ممتعة. Thank you.